ابحرنا في طفولتك. نعم. وين كانت طفولتك؟ في ذي قار. في الشطرة. زين. ايه. طفولة مرحة حلوة جميلة. اتذكر على الملك فيصل الثاني. زين. لما اجى الملك فيصل الثاني استقبلناه وتراب وحوسه. صعد على المقصورة. ببيت الحاج خيون. العبود شيخ العبودة. قدموا له بلم هيجي بفاكهة. زين. أني جدي طويل ضخم، هو الزلمة إيه، هو الزلمة مال الشيخ. زين. لازم الباب واقف شكل. قلت له جدو جدو أريد من تفاحة الملك. قال لي لا حرام، هذا نازل، هذا ملك نازل من الملائكة ويا الملائكة. الملك لو الفاكهة. الملك اها نازل من فاكهة، هذا من السماء. اها ما يصير تاكل من اكله، ما يصير. لما طلع حي الجماهير زين بقت تصالة فارغة انا بيها. وحدك. وحدي. تناوشت التفاحة عضيتها ورجعتها بمكانها. حققت رغبتك هنا. ايه. انت هيك دائما وتصر على تحقيق الرغبة اللي تريدها. نعم. بتأني. تأني. تأني. خليتهم يطلعون وكذا وبقيت وحدك. تناوشت التفاحة. ألف عافية. دفعت ثمنها؟ إي. لا ما دفعت ثمنها. يعني ما حاسبني جدي. ما حاسبني. هو ما انتبه لك؟ ما انتبه لا طلع وياهم. ما حاسبني.